النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل قوي، هو أزمة التفاهم بين المراهقين والأباء. بس قبل ما نبتدي الموضوع هنقرأ حتة كده من سفر أمثال. بسم الاب والابن والروح القدس الإله الأمين. الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجة يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عيننا الرب مراقبتين، الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراجع التوبيخ فيسكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. شفاه الحكماء تزر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. والمجد لله دائما أبديا أمين. في الحقيقة النهاردة الموضوع بتاعنا مهم قوي، هو ابتدى الآباء والأمهات يصحوا يسيبوا مرحلة الطفولة ويبتدوا يبصوا لمرحلة المراهقة، لأن أزمة المراهقة ابتدت تبقى بدري. كانت المراهقة قبل كده من 13 سنة بتبتدي، دلوقتي ابتدت من 8، بقت مراهقة مبكرة. طبعا أنا كان بودي قبل المحاضرة دي من قولها إن احنا كنا نعرف خصائص كتير عن سمات مرحلة المراهقة. مش عارفة انتوا عرفتوا حاجة قبل كده عن سمات المرحلة دي ولا لا، لأن سماتها مختلفة عن طبعا مرحلة الطفولة. كل مرحلة بيبقى ليها خصائصها وليها سماتها، لازم أعرفها كويس قوي عشان أعرف أتعامل مع المرحلة دي. طبعا بتحصل سريعا كده، هقول لكم يعني مختصر سريع، بتحصل تغيرات كتير قوي في الجسم في الهرمونات، وبالتالي نتيجة التغيرات في الهرمونات دي بتحصل تغيرات مزاجية، تغيرات في السلوك. ممكن ألاقي المراهق شوية مكتئب، شوية فرحان، شوية بيتصرف بطريقة فيها هدوء، شوية بيتصرف بطريقة فيها عصبية. فطبعا أنا لو ما كنتش قارية وعندي دراية كافية قوي بالمرحلة دي، هلاقي نفسي ان انا مش عارفة اتعامل معاها خالص. وكلنا دلوقتي ابتدينا نشتكي من ولادنا في بداية المرحلة دي ان احنا مش قادرين عليهم. طبعا انا عايز اقول برضو نقطة مهمة قوي، ان نتيجة المرحلة المراهقة دي مش بتيجي كده، لا دي بتيجي من تربيتنا ليهم في الطفولة. لان عمر ما الطفل بيبقى متربي كويس في مرحلة الطفولة وزرعت بذرة حلوة قوي في مرحلة الطفولة، واجي في المراهقة الاقي حاجة يعني مشاكل عادية ممكن تعدي، لكن طالما انا ما زرعتش في الطفولة بذرة كويسة هلاقي مشاكل كتير قوي في مرحلة المراهقة. عشان نعرف المرحلة دي هل هي ازمة ولا مش ازمة، هل هي يعني فعلا في أزمة في التفاهم ولا إحنا اللي خليناها أزمة، تفتكروا إيه؟ هل هي أزمة ولا الآباء والأمهات هم اللي خلوها أزمة؟ الآباء والأمهات اللي خلوها أزمة. هي مش أزمة ولا حاجة، هي مرحلة زي أي مرحلة عمرية في مرحلة عمر يعني حياة الإنسان. لكن عشان نعرف هي أزمة ولا مش أزمة، تعالوا كده نشوف مع بعض زي ما انتوا حضراتكم شايفين ان المرحلة دي من 8 ل 18 سنة، تمام؟ وبتتسم طبعا فيها سيطرة كتير اي من الاباء. طبعا انا الاباء والامهات عايزين يفرضوا سيطرة، عايزين يفرضوا طبيعة القيم والعادات اللي تربوا عليها على ابنائهم، فدي بيحصل فيها صراعات جامدة جدا. اوعوا تفتكروا حضراتكم انه زي ما تربيتوا زمان هتقدروا تربوا ولادكم دلوقتي. ممكن يعني نشطب على دي ونحط عليها كذا علامة كده، ان احنا استحالة هنربيهم زي ما احنا تربونا زمان او زي ما حضراتكم تربيتوا زمان. صعب قوي لان الجيل مختلف، في حاجات كتير قوي اتغيرت في الجيل ده، تكنولوجيا، انترنت، معرفة، ثقافة، حتى المناهج في الدراسة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. يعني ناخد بالنا ان استحاله احنا نطبق نفس التربيه بتاعتنا معاهم. كمان في صراع
يعني بين الآباء وبين المراهقين دايما يفكروا ان هم لغاية سن المراهقة هم ما زالوا مش مكتملين او ناضجين شخصيا. لا، هم ممكن يعرفوا حاجات اكتر من حضراتكم، وانا ممكن اتعلم منهم حاجات انا معرفهاش بخبرتهم في الدراسة، بخبرتهم في معاملتهم مع الاخرين، بمعاملتهم مع اصحابهم في المدرسة. مش عايزة اقول اصحاب المدرسة بتعمل ايه في الشخصية وبتغيرهم 100 درجة. انا ممكن اكون بخلق حاجات حلوة كتير قوي في البيت وبزرع بذور جميلة قوي في البيت، يجي هو في المدرسة يختلط بمجموعة من اقرانه او زملائه في المدرسة، نبص نلاقي الدنيا اختلفت خالص معاه، وتعلم حاجات كتير وعرف حاجات كتير، وانا ما كنتش متكلمة معاه في اي حاجة خالص، ابص الاقيه عرف الحاجات دي. عشان كده بقول لحضراتكم في البيت لازم نهتم قوي بان انا اعرف خصائص المرحلة وسمات المرحلة دي عشان اقدر اشبحهم، عشان اقدر اديهم اللي هم محتاجينه في المرحلة دي من معلومات، من احتياجات نفسية، من حاجات كتير قوي. مجرد انه لما يكبر شوية ويحس ان انا مش مثقفة او بابا مش مثقف او ما عندوش العلم اللي المفروض يبقى عنده، عشان لما يجي يسأل يلاقي اشباع لاجابته، هينسى خالص انه يجي يسأل حضراتكم تاني. لكن طول ما انا شبعان علم وثقافة ومعرفة وعارف ارد على اسئلة المرحلة دي، هبص الاقي نفسي انا بتجاوب معاه، وهو كمان حابب انه يجي يسألني، وهو كمان حابب انه يجي يعرف مني. لكن مجرد ما الاقي مثلا سأل سؤال في التربية الجنسية وانا مش عارفة ارد عليه، وبص لقى وشي احمر واصفر واخضر وجاب كل الالوان، احنا كده قفلنا الباب قدامه، مش هيجي يسأل تاني. وهيسأل مين؟ هيسأل اصحابه برا، وخاصة ان الموبايلات بقى عليها انترنت، هيفتحوا الانترنت في المدرسة، كل حاجة عايز يعرفها هيعرفها. وزي ما كل حاجة ممنوعة مرغوبة، تأكدوا ان كل حاجة عايز يعرفها برضو هيعرفها. تمام؟ فعشان ما اطولش عليكم نراجع نفسنا تاني، اللي احنا مش قايلينه لولادنا او اللي احنا ما عندناش احنا شخصيا ثقافة فيه، لازم نقرا كتير. يعني بدل ما افتح الانترنت على الفيسبوك واقعد بالساعة والساعتين مع اصدقائي، ممكن افتح بالساعة والساعتين اقرا ولادي في مرحلة ايه واعرف اتعامل معاهم ازاي. تمام؟ دي حاجة. كمان اللي بيضايقهم قوي النصايح المستمرة في سن المراهقة، كل ما افضل وراه حبيبي اعمل كذا، سمي كذا، تصرف كذا، وافضل كل شوية افكره، وافضل كل شوية يقول لك يا ماما اوف انا زهقت بقى، يا بابا هو انت كل شوية تقعد تقولي كذا، خلاص عرفت هي شغلانة، هو انتوا خلاص كل شوية هتصدعونا. اكيد حضراتكم تسمعوا الكلام ده منهم اكيد، لكن هو مش عايز النصيحة، وعايز اقول الكلام مرة واحدة واشوفه هو هيتصرف ازاي. طبعا هو استحالة هينفذ النصيحة، استحالة. انا معاكي. ليه؟ برضو عشان نحط في دماغنا حاجة او في تفكيرنا حاجة، المرحلة دي هي سوري يعني ركنت بابا وماما على جنب، بقت تاخد كل النصايح وكل الكلام من مين؟ من اصحابها في المدرسة. بالظبط، هو بيخلق لنفسه عالم سري مع اصحابه. بابا وماما دلوقتي خلاص خد منهم اللي خده في مرحلة الطفولة. عشان كده بقول لحضراتكم لو زرعنا زرعة حلوة في مرحلة الطفولة، هيكبر هيبقى الى حد ما مفيش مشاكل كتيرة، مفيش صراعات بيني وبينه كتيرة. خلاص؟ لكن هو ما لقاش اللي عايزه في مرحلة الطفولة، ما شبعتش عنده احتياجاته النفسية كويس، هيبتدي لما يكبر في السن ده هيدور على كل حاجة بره. كمان اختلاف القيم بيعمل مشاكل جامدة قوي. طبعا المشاكل دي بتكبر معاهم لدرجة ان هم كمان ولادهم ولادنا لما بيجوا يتجوزوا
تيتا وجده بقى بيفرضوا نفس العادات والتقاليد والقيم على الأحفاد. واخدين بالكم؟ حتى لما بيكبروا بيبتدوا تيتا وجده عايزين يربوا الأحفاد زي ما ربوا أولادهم وزي ما هم تربوا، فالدنيا بتتوارث. تمام؟ يبتدي الولد او البنت يبتدي يحس بتأنيب ضمير، يبتدي يحس بذنب انه مش عارف يرضي بابا وماما اللي هم تيتا وجده، ومش عارف يرضي كمان ولاده اللي هم ايه، اللي هم خلاص بيكبروا عايزين بقى تعيش معاهم افكارهم وتعيش سنهم. فاهمين الحته دي معايا؟ بتتوارث الدنيا بايه؟ بتتوارث. طيب ايه اسباب عدم التفاهم بقى؟ ايه اللي بيخلينا مفيش تفاهم؟ اول حاجه ان انا دايما كلا الطرفين بيرمي اللوم على الاخر. يعني ماما تقول له انت مش فاهم انا بقول لك ايه، او بابا يقول له انت مش فاهمني انا كذا مره قلت لك، وفي نفس الوقت هو يقول لك انتوا اللي مش فاهميني. صح؟ نسمع الكلمه دي ولا لا؟ انتوا مش قادرين تنزلوا تفكيري، انتوا بتفكروا بطريقه قديمه، اصل انتوا موضه قديمه. صح؟ لكن كل ما يبقى فيه تقارب لوجهات النظر وتفاهم اكتر كل ما يكون ايه؟ احسن كتير. تاني حاجه كمان ان هم دايما الابناء بيتهموا الاباء ان هم مش فاهمين وجهات نظرهم. عدم طاعه الوالدين للابناء، يعني دايما الاباء والامهات معارضين على كل التصرف، كل حاجه لا. في حين ان انا لو اديته مساحه من الحريه عشان يعمل اللي هو عايزه بدون ما يأذي نفسه، طالما حاجة ملهاش أذى خلاص ليه لأ؟ ليه كل حاجة ألقاها في وشه أقفلها في وشه؟ في لأ لا لا لأ، معلش مش هنضحك على بعض، معلش احنا دلوقتي حالتك بتقولي في آه أكتر من لأ، حد بيعمل كده دلوقتي في آه أكتر من لأ؟ لأ معلش، لو في آه أكتر من لأ هتقولي لي ده دلع زيادة وأنا بدلعه وأنا بطبطب عليه وأنا وأنا، لكن هي لأ اللي دايما 95% من الآباء والأمهات لأ. لدرجة إيه؟ في مرة كده بابا توادروس قال نشيل كلمة ماما نحط إيه؟ لأ، من كتر ما ماما على طول لأ. فيعني ندي مساحة حرية شوية يشوف فيها اللي هو عايزه، ياخد قرار مع نفسه ويحاول يجرب هل القرار ده نتيجته ايه بالنسبة له؟ حصل له اذى منه ولا لا؟ استفاد منه ولا لا؟ حقق اللي هو عايزه وحقق هدفه ولا لا؟ لو سبت له مساحة الحرية واخد قرار هيبتدي يعمل ايه؟ يكون شخصية اللي هي دلوقتي مش موجودة. كتير مننا قوي بيبقوا متجوزين وبيرجعوا برضو الاباء والامهات في اتخاذ قراراتهم. صح؟ عشان هو صغير ما تعودش ياخد اتخاذ قرار لوحده، ما تعودش يحل مشاكله لوحده، اتعود مين اللي يحل؟ بابا وماما. تمام؟ فأرجوكم سيبوهم يعيشوا الواقع، سيبوهم يعيشوا الدنيا علشان ما يتصدموش الصدمة النفسية اللي انتوا حضراتكم خدتوها. صح؟ مظبوط؟ طيب دي حاجة. كمان المفاهيم مختلفة، زي ما قلنا ان كل المفاهيم اختلفت، زمان كان حاجة ودلوقتي بقت حاجة، العادات اختلفت، التقاليد اختلفت. يعني زمان ما كناش نقعد مع الضيوف مثلا، صح؟ كان عيب قوي الاطفال الصغيرة تقعد مع الضيوف، دلوقتي تلاقي الضيوف بتستقبل، الاطفال بتستقبل الضيوف قبل الايه؟ الناس الكبيرة اللي في البيت، ويقعدوا ويشتركوا في الحديث، مش كده؟ بالظبط كده. لا زمان مش هيرجع تاني، وتربيه زمان مش هترجع تاني، فاحنا علينا ان احنا نتاقلم. حتى لو حضرتك جيتي مثلا ولا بابا جه بص له، تفتكروا يعني البصه دي هتفرق معاه ولا هتفرق معاه؟ ايه يا بابا في حاجه؟ بتبص لي ليه؟ انت يا ماما في حاجه؟ ويحرجك قدام الناس اللي قاعده، وعادي جدا ممكن يشترك في الحديث وممكن يجري الجو، عادي جدا. نعم؟ وفي العكس ده بيبقى منزوي بقى، بيبقى خجول، بيبقى طفل بيبقى خجول، ما بيبقاش واخد على الاجتماعيات الكتير، فاول ما بيلاقي حد غريب دخل هينكمش ويقعد مع نفسه. بس لما يحس بقى بالامان من معامله بابا وماما ليه يبتدي ايه؟ يقول لك اه ابتدي بقى اتفرد شويه، اتكلم معاهم شويه، اضحك، اهزر مثلا مع اولادهم شويه، يعني كده. عدم وجود حوار، دي مهمه قوي. طبعا التكنولوجيا
وسائل اللا تواصل اجتماعي، انا مسميها كده، هي مش وسائل التواصل، هي وسائل اللا تواصل. الانترنت والايباد والموبايلز اللي عليهم كلهم الجيمز اللي بيلعبوا بيها خلت كل واحد يبقى ايه؟ قاعد في اوضه، صح؟ بابا في اوضه، ماما في اوضه، والاطفال في اوضه، لدرجه ان الابن او البنت لو عايزين اي حاجه يرنوا لمامي على الموبايل، صح؟ الفيسبوك كمان 48 ساعه في 24 ساعه، صح؟ ولما نيجي نكلم الام تقول لك طب وانا اعمل ايه معاه؟ ما انا بلهيه، انا هقعد في وشه طول الوقت ده؟ ده معظم الامهات اللي بتجيلي فعلا في العياده او الاباء اللي بيجوا في العياده اقول لهم تلفزيون نص ساعه بس في اليوم، خلاص بقيه الوقت قضوه مع اولادكم، يا اما لعب، يا اما تحكوا قصص، يا اما ترسموا تلونوا، يا اما تعملوا حوار بينكم وبين بعض، يا اما تشوفوا مشاكله ايه في المدرسه، حلها ازاي، اتعلم ايه من اصحابه، ايه الحوار اللي بيدور بينه وبين اصحابه. خلوه يبقى دايما انتوا الباب المفتوح لحكاياته، مش يجي يحكي اقول له بقول لك ايه بطل وش انا مصدعه ومش قادره واقفه في المطبخ وتعبانه وبابا راجع من شغله تعبان مش قادر اسمعك. كل مره لو قلت له الكلمه دي هي مره والثانيه الثالثه مش هلاقي منه كلام خالص، مش هلاقي منه حاجه اعرفها خالص عنه، هيبقى كتوم جدا. وحضرتك ساعتها وحضرتك هتفرح جدا ان الطفل بقى هادي. ده مش هدوء، ده مشكله، معلش ما تزعلوش مني، ده خطيره، خطيره جدا ان الطفل يبقى قاعد هادي ما بيتكلمش وانا مش بديله الفرصه ان انا انصت لكلامه. انصت يعني ايه؟ يعني اسمع له باهتمام، مش هو بيتكلم او بيحكي وانا باصص في الجرنون او باصص مثلا في مكان تاني. كل شويه اقول لك ماما انت سامعاني، بابا انت سامعني، انت فاهمني انا بقول لك ايه. هو عايز حد يبص له، حد يبقى فيه عينه في عينه عشان يحس ان هو فاهمه، عشان يحس ان هو بيسمعه. فين دلوقتي بابا وماما اللي بيعملوا كده؟ بيعمل كده يرفع ايده بالامانه كده، بالامانه بالامانه، اللي بيعمل كده يرفع ايده. 1 2 3 4 رائع. 5 مين يزود؟ حد يزود؟ بجد دي مشكلة خطيرة جدا، نحن ما نسمعش لأولادنا، دي مشكلة من أخطر المشاكل اللي موجودة دلوقتي وبنقاسي منها جدا. وعشان ما بنسمعش ليهم بيعملوا لنفسهم زي ما قلت لحضراتكم عالم سري ما بينهم وما بين أصحابهم، ودي بتبقى خطيرة جدا لأن أنا معرفش أصحابهم دول مين، أهاليهم مين، بيتصرفوا إزاي وبيعملوا إيه. تمام؟ طيب عشان احل الازمه دي اعمل ايه؟ عشان احل الازمه انا دوري ايه او بابا دوره ايه؟ اول حاجه اتعامل بوديه وبطريقه فيها قبول ليه. يعني ايه؟ يعني اسمع له، يعني دايما اديله صوره ايجابيه عن نفسه، مش اول ما يجي يتكلم اقول له اصل انت غبي ما انتش فاهم حاجه، اصل انت دايما تعك الدنيا، اصل انت دايما مالكش في انك تخش في اي مشكله تحلها، انت كده هتفضل طول عمرك فاشل، انت عاجز. بتحصل، بتحصل صدقوني بتحصل، وكلام كتير قوي بيتقال. تبص تلاقوه كون صوره سلبيه عن نفسه، ما يقدرش ان هو يبقى ليه شخصيه وما عندوش ثقه في نفسه، وبالتالي ما ينفعش يواجه اي مشكله بتقابله. فأرجوكوا كونوا صورة إيجابية بطريقة فيها ود، بطريقة فيها حب. تاني حاجة لازم أعيد الثقة في نفسه تاني بالتعامل معاه عشان أأكد له ذاته. يعني إيه عشان أأكد له ذاته؟ يعني كل ما يتكلم أقول له طب أنت شاطر، برافو إن أنت فكرت كده مثلا، أو برافو إن أنت حاولت تحل المشكلة بالطريقة دي، بس إيه رأيك لو عملت كده المرة اللي بعدها؟ او انا كده اديته ثقه في نفسه وفي نفس الوقت اديته حلول تانيه ممكن يفكر فيها، مش حل واحد بس يقف عنده. تمام؟ محتاج قوي قوي انه يتحمل المسؤوليه.
رغم ان السن ده برضو من سماته الخمول والكسل. يجي في السن ده يبقى قاعد ايه كده بطه مش عايز يتحرك، خاصه البنات والولاد، مش هقول البنات بس والصبيان كمان، يفضل قاعد مكانه، هاتيلي اشرب هاتيلي اكل، ناقص كمان تشيليه تدخليه الحمام. لا ما ينفعش كده. هو سمات المرحله الخمول والكسل، بس لازم اعوده على تحمل المسؤوليه. السن ده بقى في نفس الوقت رغم ان عنده خمول وكسل بس يحب قوي ايه انزل شيل مع بابا كذا، او هات المفكه ركب كذا، او اعمل مثلا مع بابا في العربيه كذا، او انت انزلي مع بابا اشتري هاتي الحاجه الفلانيه. يبقى دايما في طلبات ليه، يعني كل ما يحس ان انا بطلب منه يحس ان هو حاجه كبيره قوي في الاسره. تمام، هو ده اللي يشجعه انه يبقى فيه تقدير ليه دايما، ويشجعه انه يقوم بالعمل ده. طالما انا ما بطلبش منه وسايباه يتدلع وسايباه يرتاح والاكل يجي لغايه عنده، كوبايه الميه ما تتشالش انا اللي اشيلها، شرابه وجزمته يقلعه على باب الشقه ويسيبهولي، هدومه تترمي في الصاله بره مش تتعلق في دولابه، كل الكلام ده اسمه دلع، اسمه تدليل زايد. يطلع على طول شخص اعتمادي. طالما هو التدليل زايد يبقى على طول شخص ايه؟ اعتمادي. كل حاجه معتمد على اللي حواليه. خلاص؟ طيب. طبعا لازم نتعاون معاه جدا في التخطي لتحديات المشكله بتاعت المراهقه دي. هو دايما في مرحله المراهقه في صراع ما بين انه يرضي ماما وبابا، وانه يرضي الكنيسه، وانه يرضي المجتمع. يبقى هو بيتخانق مع مين او في صراع مع مين؟ مع ثلاثه، بابا وماما والكنيسه. طبعا خلي الكنيسه في الاول، بعدين بابا وماما، بعدين المجتمع. الثلاث حاجات دول ممكن يخلوه يبقى في حاله جنون. ليه؟ تعليم بابا وماما حاجه، تعليم الكنيسه حاجه، تعليم المجتمع حاجة تالتة، مش عارف يرضي مين ولا مين. وهو عايز يحس في نفس الوقت بإيه؟ باستقلالية، بذاته. عايز يحس إن هو مستقل عن العالم ده خالص. طب تفتكر هيبقى شكله إيه؟ هيتصرف إزاي؟ هيبقى فيه توتر على طول، هيبقى فيه عصبية على طول، تمرد على طول، هيبقى فيه البيت هيبقى فيه حريقة على طول، هيبقى فيه إزعاج على طول، كل سلوكياته تبقى مزعجة. يصوت يصرخ يشخط ينطر يرمي الحاجه مش عارفه يعمل ايه. لكن لو انا تقبلت كل التحديات دي وكل المشاكل دي بمنتهى الهدوء والحب والتفاهم، هتبص وتلاقي الدنيا ايه؟ مركب بتمشي، مركب بتعدي رغم الريح، بس المركب ماشي. تمام، برضو ارجع اقول ان كل ده تاثير من الطفوله. يعني لو انا شبعته في الطفوله كويس قوي، برضه هيطلع في المرحله دي شبعان مش مستني حاجه. وخلاص اللي بيتعود على حاجه، اللي بيتعود على روتين معين بيعيش عليه، اللي بيتعود على نظام معين بيمشي عليه. يعني النهارده مثلا جاي واحد في العياده مش عارف يذاكر، ليه؟ ماما ما عودتوش على روتين معين في المذاكره، في نظام في المذاكره، في وقت، في حاجه محدده من الساعه كذا للساعه كذا انا هذاكر الماده دي، الارم الموبايل يرن خلاص اتنقل للماده اللي وراه، وهكذا. طبعا بين كل ماده وماده في راحه، الراحه دي انا ما بتفرجش فيها على التلفزيون برضه، انا يا اما احفظ ايه من المزمور، يا اما اقرا لي حته من الانجيل، يا اما اتكلم مع بابا وماما واقعد معاهم، يا اما العب مع اخواتي، الف حاجه اعملها، بس بعيد برضه عن الايباد اللي هيجيب لي التخلف، والتلفزيون اللي هيجيب لي التوحد والايه والامراض دي كلها. خلاص؟ طيب هقول حاجة بس ما تزعليش مني. خلاص؟ هي بتقولي أساسا المذاكرة والموبايل في إيديهم. غلطة مين؟ غلطة مين؟ في كلية؟ طيب ده وضع تاني، ممكن تكون بتبعت لها المحاضرات على الواتساب، لكن في ابتدائي او في اعدادي مثلا وماسك الموبايل بيسمع موسيقى حاطط سماعات في ودانه وبيذاكر،
ما ينفعش. في واحدة قامت في مرة في اجتماع قالت لي لا أنا عودت بنتي على كده. قلت لها خلاص بتذاكر وبتجيب درجات كويسة؟ قالت لي آه. قلت لها خلاص دي حاجة بتاعتك أنت اللي عودتيها على كده، لكن في كلية تستنى حاجاتها على الواتساب مثلا أو الماسنجر أو أي حاجة مفيش مشكلة. طيب في حاجة مهمة قوي احنا كلنا يعني عانينا منها من واحنا صغيرين وطلعنا بيها لغاية دلوقتي واحنا كبار، اللي هي الاهتمام ببناء الهوية. يعني احنا واحنا صغيرين بنتربى كده إليلي كده، يعني واحناش عارفين احنا مين، احنا هدفنا ايه في حياتنا، احنا دورنا ايه في حياتنا، احنا عايزين لما نكبر نبقى ايه، احنا يعني مثلا دورنا ايه في اسرتنا، دورنا ايه في مجتمعنا، يعني عشنا كده يعني عارفين ايه يعني كده يلا بالبركة صحيح. لكن دلوقتي عايز يشعر بذاته، عايز يبقى ليه هدف، عايز يبقى ليه دور، عايز يحس بتقدير في وسط اسرته، عايز يحس بثقة بنفسه عشان يثبت نفسه قدام الاخرين لما يبقى في مجتمع او في مكان. فكل الكلام ده مهم قوي. هل يا ترى احنا مهتم بالكلام ده؟ لا، احنا كل حياتنا اوامر عسكريه لازم تطاع. سلطه يعني تسلط غير عادي في التربيه. ليه؟ عشان افرض رايي لكن عمري ما افكر في الموضوع من وجهه نظرهم او حسب المرحله بتاعتهم. لازم انا ما كانش كلامي يمشي، ما ينفعش، ولو كلامي ما يمشيش يبقى انا ما مش عارفه اربي. يا اما بقى الادوات التانية اللي بنستعملها تشتغل، بتتحدف بقى يمين وشمال والحاجات اللي الصعبة دي. طبعا المرحلة دي مش عايزة كده خالص، المرحلة دي ممكن يمد ايده عليكي او ممكن تمد ايديها عليكي. يعني في اطفال بتوصل لمرحلة زي دي، يعني لو في شتايم مثلا انا بشتمها له ممكن هو يرجع يرد لي الشتيمة دي، او لو ضربته ممكن يزقني. في امهات بتيجي يعني تشتكي لي من الموضوع ده جدا، تقول لي لو انا ضربته دلوقتي او مديت ايدي عليه بص الاقيه زقني في كتفي او ضربني بحاجه في وشي مثلا. تمام. برضو تسلط الاب بقى صعب جدا في المرحله دي. ما كانش الاب يبقى متفاهم قوي مع ابنه وقريب لابنه جدا ويقدر يكسبه، بيحصل مشاكل كتير جدا مش صح. صح بجد، يعني الابن تبص تلاقوه ضل بقى، يعني بقى مع مجموعه اصحابه انت ما تعرفش عنه حاجه، ويتصرف تصرفات مش صح مع اصحابه دول انت ما تعرفهاش، يبعد تمام البعد عنك طالما انت بتعامله بتسلط وب يعني قسوه شديده. في المرحله دي لازم ينجح، لازم يحس انه ناجح، وكل ما ينجح يحس انه عنده حافز اكتر للنجاح. حلو قوي ان انا اشجعه حتى لو جاب درجة مثلا نص نص في امتحاناته، مفيش مشكلة، المرة الجاية هتتعب وتذاكر شوية أكتر عشان تجيب درجة أكتر. لكن كلمة أنت فاشل أنت غبي في المرحلة دي صعبة أوي. بيعملوا إيه؟ في المدرسة بتقولوا أنت فاشل. حضرتك لازم تروحي تكلميها. يعني النهارده مثلا انا صادفني مشكله كانت موجوده عندي في العياده الصبح، ان بنت يعني واحده شافتها كده واقفه في الشارع هربانه من المدرسه، في الاخر خدتها الست دي ورجعتها لمدرستها، فبتقول لهم انا لقيت البنت واقفه بعيد عن المدرسه بشويه بتعيط في الشارع، انا مش عارفه هي بتعيط ليه. فاتضح ان المدرسه جوه الفصل ضربتها بمسطره بسيف المسطره على ايديها علشان جابت او اتكلمت في الفصل او عملت حاجه كده يعني. فجايباني الطفله في العياده عندها فوبيا من دخول المدرسه، فوبيا فعلا بتترعش وتعيط اول ما تسمع اسم المدرسه، مش عايزه تدخل المدرسه خوفا من المدرسه دي. فبيهرب في الحمام عشان ما يخشش الحصه. وحضرتك ساكته؟ طيب اكتبوا شكوى رسمي وقدموها للاداره التعليميه. لازم وحتما ان يبقى في وقفه من اولياء الامور لنوعيه المدرسين اللي هم مش تربويين. طبعا هو معظم المدرسات دلوقتي بتعمل كده جريا ورا الدروس الخصوصيه، وبتبقى عايزه يعني تريح نفسها في الفصل يعني.
طبعا لازم على قد ما هو يهتم بالمعرفة بدل ما يقعد قدام الكمبيوتر والايباد زي ما قلنا، يقرا كتير ويتثقف كتير، وممكن ارشده انه يسمع وعظات حلوه كتير، مثلا لابونا داود لمعي، الوعظات الجميله اللي بتمس شخصيه السن ده او المرحله دي. يعني ابونا داود لمعي او ابونا بولس جورج او الكهنه الجميله دي اللي كلامها مفهوم، لو هو سمعها اكيد هتفرق معاه، يقول لك ايه ده، ايه اللي انت بتسمعيه، انا مش عايزه اسمع الكلام ده، عايزه اسمع موسيقى مش عارفه لمين واغاني لمين والحاجات دي. السن ده كده تيجي ناحيه الناحيه الدينيه تبصي تلاقيه كش ومش عايز لا يروح كنيسه ولا يتناول ولا يقرب لربنا. فالمرحله دي اعرف انها امر طبيعي، بس انا ما سابوش. يعني دلوقتي بنروح مدرسه الاحد نعمل ايه حبيبتي، استفدتي ايه او اتعلمتي ايه في مدرسه؟ ولا حاجه، اصل كنا بنلعب اكس او على الموبايل واحنا قاعدين، او بنلعب فاتحين الفيسبوك وبنعمل شات مع بعض جوه مدرسه الاحد. جوه مدرسه الاحد. طب ليه حبيبتي؟ اصل خدمه ده قديمه، اصل خدمه اسلوبها مش عاجبنا، ممله. بالظبط كده، اصل الدروس خلاص قديمه وتعدت كذا مره، لسه هنقعد نسمع دروس تاني؟ دي مشكله، دي مشكله كبيره قوي، ان دلوقتي يخشوا الكنيسه عشان يشوفوا بعض، عشان يشوفوا لبس بعض، وخاصه الولاد لما تعملي قصه الشعر مش عارفه اللي هي زي عرف الديك دي، ولا البنت لما تحط بقى مكياج والاكسسوارات الكتيره واللبس الضيق عشان تلفت الانتباه ليها، تحس انها بقى حاجه يعني برنسس كده داخله الكنيسه. يا سلام، هي رايحه الكنيسه عشان الهدف ده بس، لكن عشان تسمع كلمه ربنا او عشان تستفاد بدرس مثلا تقعد بيه طول الاسبوع في حياتها تطبقه او حاجه، ما بقاش في الكلام ده دلوقتي. طبعا كثره القرايه بتخليه عنده خيال واسع، تخليه لما يقعد في وسط المجتمع ويتكلم مع الناس دي تحس ان هو انسان مثقف، فكل ما يتكلم بالثقافه بتاعته يشعر بذاته اكتر ويشعر لتاكيد ذاته اكتر، فدي حاجه حلوه قوي ان انا انمي عنده القرايه. مش شرط كتب عربي، ممكن كتب حسب اللغات اللي هو بيدرسها في المدرسه لو انجليزي او فرنساوي، ومش شرط كل الكتب تبقى حاجه يعني اجتماعيه، الكتب الحياتيه العاديه، ممكن كتب روحيه لو انا قدرت ازقه على كتاب كده روحي حلو ممكن يقراه ويستفاد منه. طبعا كل ده على عكس ايه؟ ازمه الصمت. يعني كلنا في بيوتنا دلوقتي في ازمه الصمت دي، ودي أزمة فعلا في بيوتنا ملهاش حل. الحل في إيدين مين؟ كلنا يعني أكيد عارفين الحل في إيدين مين. الحل في إيدينا إحنا، مفيش حد هيعالج أزمة الصمت اللي موجودة في البيت إلا بابا وماما والأولاد. إنه نرجع زي أيام زمان لما كنا بنجتمع على ترابيزة واحدة عشان نتغدى، نجتمع على ترابيزة واحدة عشان نتعشى، هنستنى بابا لما يرجع من شغله عشان نقعد نتعشى مع بعض، عشان نقعد نتكلم مع بعض، عشان اثناء العشاء او الغداء يبقى فيه كلام ممكن يتقال. لكن لا، كل واحد دلوقتي مع نفسه، مع نفسه. تمام. طبعا البيت بالنسبه للمراهق فندق، عشان نبقى عارفين البيت بالنسبه للمراهق ايه؟ فندق، بيخش ياكله، عايز ياكل ويشرب وينام، لكن كل العالم بتاعه ايه؟ الاصدقاء بتوعه والانترنت والايباد والكلام ده كله. فعشان ما نتذمرش على الانترنت نعرف ان دي طبيعه المرحله دي. كمان الحوار الاسري زي ما قلت لحضراتكم مهم قوي، وسيله للمحبه، وسيله ان انا اقرب ليه، وسيله ان يكون في تفاهم بيني وبينه، وسيله ان يقرب وجهات النظر ما بيني وما بينه. ممكن هو فاهم وجهه نظر تكون غلط من ناس بره، لكن لما انا اتكلم معاه بود وبحب يعرف ان وجهه نظري انا اللي صح. لكن طول ما فيش حوار، ما فيش تقارب وجهات نظر ما بيننا وما بين بعض، فمفيش ود، مفيش تقارب، مش هيسمع كلامك ومش هيسمع كلام بابا، مش هيعمل الحاجه برضا، مش هيعمل الحاجه باقناع، لا هيعمل حاجه غصب عنه، يبقى دي حاجه مفروضه عليه. تمام. فالحوار مهم قوي. كمان بيشيل الحاجز اللي بيني وبينه،
لو انا نزلت لمستوى تفكيره في كلامي هيشيل الحاجز اللي بيني وبينه ده، فيبقى فيه تقارب، فيبقى فيه هيحس بود قوي. ولما يجي يحكي لي حاجة حتى لو هو غلطان لازم اسمعه، ما سدوش، مش من اول ما يحكي عشان هو غلطان خلاص انت اصلك متخلف في تصرفاتك، انت متخلفة في كلامك. لا، ما سدوش، لازم اسمعه لغاية اخر وقت، بعدين اقول انا وجهة نظري ايه. كمان الحوار الإيجابي مع التفاهم والحنان غير الاتجاه السلبي اللي هو دايما في سيطرة، في فرض رأي، في فرض أوامر معينة. كل ما فرض أوامر أعرف أنها مش هتتنفس، أعرف قاعدة كده مش هتتنفس. لكن لو قلت الموضوع مش بطريقة فيها أمر، بطريقة فيها حب وتفاهم، هتفرق كتير معاه، حتى لو ما نفذهاش أول مرة بس ممكن ينفذها تاني وثالث مرة. تمام؟ ايه اسباب عدم الحوار؟ اسباب عدم الحوار دي مهمة قوي ان انا اركز عليها مع حضراتكم عشان كلنا عايشين فيها. طبعا انشغال بابا وماما بالحياة اليومية والضغوط اليومية اللي موجودة دي خلتنا من كتر ما بابا وماما بيرجعوا من الشغل متأخر مثلا 6-7 بالليل، خلتنا ان احنا ما نسمع لهمش. الام بتخش بتبقى على اخرها، مش قادره تعمل حاجه، يدوبك تحضر الاكل، يدوبك مثلا تشوف مذاكرتهم، مش قادره. حتى ممكن بهدومها تقعد تذاكر، ممكن بهدومها تقعد تطبخ. اتفضلي. حلو قوي. ماما بتقول انا قاعده في البيت بس ما عنديش القدره ان انا استمع لابني. ليه؟ طيب هقول لك ليه. انت اكيد وانت صغيره ما كانش حد بيسمع لك، صح؟ اكيد. لو انت واخده على الحوار، لو انت واخده على يعني ايجاد حوار ايجابي كويس، هتبصي نفسك انت قادره تتكلمي معاه. وبعدين ميزه ان انت قاعده في البيت، خلي بالك دي ميزه كبيره قوي، فدي فرصه ان انت تقربي ليهم اكتر، خاصه لو كانوا صغيرين. الحق الفرصه، ما تفوتيش الفرصه تفوتك، يعني خلي الفرصة موجودة تبقى حلو. لكن اللي بيشتغل بيبقى فعلا جاي تعبان ومش قادر يتكلم، وبالرغم من كده ممكن تبصوا تلاقوا في أمهات برضو أباء بيسمعوا وبيناقشوا وممكن يدولهم حلول أو ممكن يدولهم رأيهم، بتفيد كتير قوي. طيب كمان من أسباب عدم الحوار زي ما قلنا الإنترنت والتكنولوجيا، التسلط المباشر من الآباء. يعني دايما احنا فرضين التربية بتاعت زمان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لكن علماء النفس بيقولوا أكتر حاجة وسيلة فعالة قوي إنها تقرب الآباء من أبنائهم المراهقين هو الحوار الأسري. أكتر وسيلة فعالة وأكتر حاجة بتقرب وجهات النظر عشان أعزز ثقة الأبناء بنفسهم، يحسوا إن حتى في حد مهتم بيهم. أنا مش عارفة قلت لكم على البنت اللي جاية في العيادة تنتحر، وصلت لمرحلة الانتحار. ليه؟ عشان عندها أخين وهي البنت الوحيدة، مفيش حد من يوم ما اتولدت في البيت أو ابتدت تكبر يعني حد اهتم بيها، حد قال لها الله شكلك جميل، لبسك حلو، طريقة كلامك حلوة، أو أنت مثلا حاجة مهمة عندنا. وصلت لمرحلة أنه من عدم الاهتمام عايزة تنتحر. عايزة إيه؟ تنتحر. جالها اكتئاب وجالها إحباط، مفيش حد تقولي أنا بنزل محدش بيقولي أنت رايحة فين، بطلع محدش بيقولي أنت جاية منين، كل همهم إخواتي الولاد لكن أنا محدش مهتم بيا، حتى ماما قاعده جوه البيت ما تقوليش انت نازله رايحه فين. ف خادم مثلا جاي بيقول لي في مره انا بتصل بالولد بعمل افتقاد، فبص لقى مامته بتقول له ايه، طب استنى ما اشوفه لك هو موجود ولا لا، هي حتى مش عارفه هو موجود جوه البيت ولا لا. فشفتوا احنا في حالات كتير قوي صعبه فعلا وبتمرب في بيوتنا بشكل او اخر ما بتبقاش صح. طبعا الانجيل بيوصينا ان احنا نسمع، يعني بصوا الايه الحلوه دي بتقول ايه، ليكن كل انسان سريعا في الاستماع، بطيئا في التكلم، بطيئا في السخط.
يعني مش كل حاجة أقعد أهزقه واستهزئ بيه وأنيبه ولومه واتريق عليه مطيئا في الغضب كمان، مش كل حاجة بقى سايرة ومتنرفزة وعصبية أنا معاكوا إن في أحيانا حاجات كتير بتنرفز، أنا مش بتكلم كلام مثالي، لا أنا عايشة معاكوا الواقع. أنا برضو يعني أم وعندي عيال وعندي مراهقين أو وفعلا أنا بحس إن هو في السن ده عايزين صبر طويل قوي وعايزين طول أنا جامدة قوي وعايزين تفاهم غير عادي وإقناع مرة واثنين وثلاثة، بس في الآخر بوصل يعني حتى لو في أول مرة ما نفذوش، بس بعد كده بحاول أخليهم يوصلوا اللي أنا عايزاه. تمام، عشان ما نطولش على حضراتكم، كل ده بقى علينا إن احنا نتجنب إيه، نبعد عن إيه. طبعا نبعد عن التسلط، تربية تسلطية، هم مش عايزين التسلط والأوامر. طبعا الاستبداد صعب قوي ان نستبد برأيي، لكن الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة اللي فيها تشجيع اللي فيها حافز هتخليه يحاول يعمل ايه، يسمع الكلام ويسمع النصح والإرشاد بتاعي. كمان إصدار الأوامر ما بيدهمش فرصة ان هم يعبروا عن ذاتهم او يكون عندهم ثقة في نفسهم. يعني أنا النهاردة مثلا جالي مثل في العيادة، ولد في إعدادية مفيش تفاهم خالص بينه وبين أبوه، والأب طول ما هو موجود في البيت قاعد قدام التلفزيون، قاعد بيقرأ الجرنان، قاعد قدام الفيسبوك، لكن ملوش أي دور في حياة الولد. مين اللي ليها دور؟ الأم. الولد كبر وعايز يتكلم مع راجل زيه، وعايز يقرب لأبوه مش عارف، ابتدى يجيله حالة من الرهاب الاجتماعي، يعني الخوف الاجتماعي، درجة انه بقى يتكلم مش واثق من نفسه، يترعش، ايده تعرق، وشه يحمر من كتر ما هو مش لاقي الجنس اللي زيه يكلمه. هو كل اللي بلاقيها ماما دايما اللي تتصدى للمشاكل او الموضوعات اللي عايز يتكلم فيها. تمام، فأرجوكم دور بابا مهم قوي برضو في المرحلة دي، زي ما دور ماما مهم. يعني ممكن الام البنت بالنسبة للأم مهم قوي دور الأم في حياة البنت، والأب بالنسبة للولد. لازم نتجنب النقد، مش كل حاجة ننقد، مش كل حاجة. يعني ممكن أنقد السلوك اللي عمله بس بطريقة مش مباشرة، عشان ما أحسش إن أنا على طول أعداله على الوحدة، أو إن أنا عاملة له ميكروسكوب مخصوص ليه، عاملة له فوكسين كده عليه، كل حاجة أنا مركزة عليه، انت عملت، انت سويت، انت بالظبط. النقد دايما يهدم، برافو عليك، كلمه حلوه قوي، النقد دايما يهدم، لكن التشجيع زي ما بنقول سحر، بيبني، بيبني شخصيه، بيبني راي، بيبني ثقه في نفسه. طبعا اديهم فرصه يعبروا عن رغباتهم زي ما قلت لحضراتكم، مش كل حاجه لا، خلاص هو السن ده ابتدى عايز استقلاليه في كل مخنقه، كل ما هو عايز يفلفص، صح؟ العصفور كل ما يتخنق في القفص عايز يطير، فممكن يطير في مره وانا ما اعرفش انه طار، ما يرجعش. تمام؟ اديهم فرصه عشان لما يخرجوا بعد كده للمجتمع يقدروا يعيشوا المجتمع صح، ما يتصدموش الصدمه النفسيه اللي بتاثر على شخصيتهم. تمام، ما يعرفوش يختاروا شريك حياتهم، ما يعرفوش يتكلموا مع الاخرين، ما يعرفوش يبقى ليهم شخصيه ولا راي، فنديهم الفرصه دي. طبعا اسلوب الحوار بيختلف من شخص لاخر، زي ما ماما كانت لسه بتقول انها قاعده في البيت بس ما بتعرفش تزيل حوار، لكن الحوار مهم قوي مع شخصيه المراهق. طبعا الخبره حلوه قوي، يحبوا جدا سن المراهقه ده يعرف خبره بابا وماما ايه، ويبقى مستمع جيد جدا لما بابا يقعد مثلا يحكي له عن خبرته وهو في سنه كان بيعمل ايه، او ماما وهي في سنها كانت بتعمل ايه. عشان كده احنا قدوه، احنا قدوه، بس مش مطلوب ان هم ينفذوا كل اللي احنا عايزينه او اللي احنا اتربينا عليه. لازم اساعدهم ان هم زي ما قلت لحضراتكم ياخدوا قرار عشان ما يبقاش في خوف اجتماعي. الانجيل الكتاب المقدس بيقول لنا ادب ابنك واجتهد في تهذيبه لألا يسقط فيما يخجلك. حلوة الآية دي، ممكن نحفظها النهارده، نخرج من الاجتماع حافظينها عشان نحاول نطبقها.
هنقولها كمان مرة، أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لإلا يسقط فيما يخجلك. أمين. عايز يكتبها يكتبها عشان تبقى على طول قدامكم. هي يشوع 30 آية، إصحاح 30 آية 13. آخر حاجة عايز أقولها لكم هي القواعد الذهبية اللي هي أتعامل بيها مع المراهق، وخدوها كده يعني كلمة أخيرة عشان اللي ما بيعملش كل اللي احنا هنقول عليه دلوقتي يبقى هو كده بيتعامل غلط، بيتعامل غلط. قواعد ذهبية للتعامل مع المراهق. القاعدة الأولى، نتعلم حسن الإصغاء، يعني الاستماع، يعني لما يجي يكلمني لازم أبص له وأسمع له وما أقطعوش في الحديث، أسيبه يقول كل اللي عنده. بعد ما يخلص كلام، أنت خلصت وليس في حاجة تانية هتقولها؟ لو عندك حاجة تانية هتقولها هسيبك تكمل وبعدين أنا هكلمك. يبقى أول حاجة الإصغاء باهتمام. القاعدة التانية، لازم نخلي هدفنا هو تعديل السلوك، تعديل سلوك المراهق مش تغيير الشخصية. ليه؟ الشخصية اتبنت من هو طفل لكن هو بيتصرف غلط. معايا؟ دي قاعدة تانية هنسمعهم بعد كده. ها؟ خلي بالكم. يبقى أول حاجة الإصغاء باهتمام، حسن الإصغاء. تاني حاجة تعديل السلوك مش تغيير الشخصية. القاعدة الثالثة، أنا نسيت واحدة معلش، إن أنا ما تعجلش باللوم والتأنيب والعقاب، ما بقاش فيه دايما لوم وتأنيب وعقاب. دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة اللي هي تعديل السلوك مش تعديل الشخصية. القاعدة الرابعة، التشجيع على استمرار الحوار والتواصل. من هو طفل صغير لما اخده في حضني وهو داخل من الحضانة واحكي لي عملت ايه في الحضانة ولسه ما دخلش مدرسة، وادي له كل الاهتمام انه يحكي واسمعه، خلاص بقت قاعدة. طب ان انا احكي لبابا وماما ايه اللي حصل. يبقى التشجيع على استمرار الحوار والتواصل. القاعدة الخامسة، عدم التناقض، ودي مهمة قوي قوي، بين بابا وبين ماما. أرجوكم عشان خطري لما الطفل بيحس ان في تناقض ما بين بابا وما بين ماما بيبقى عامل زي اللي مقطوع نصين، نص مع ماما ونص مع بابا، ويروح دايما لمين؟ للي بيقوله اه، للي بيوافق على طلباته. وخاصة ان ممكن يكون في اختلاف جامد قوي في الرأي، لان كل بابا وكل ماما متربية في بيئة مختلفة وبعادات مختلفة وافكار مختلفة، فبالتالي الطفل مبقاش عارف يروح لمين. في الاخر يقولك انا مش عارف مين اللي صح فيهم، اروح لمين؟ اسمع كلام مين ولا اسمع كلام مين؟ ويبقى متقطع نصين. القاعدة السادسة، الحزم. مش مطلوب القسوة، مش مطلوب القسوة، مطلوب الحزم. الحزم يعني ان انا اثبت على مبدأ، مش مرة اه وعشرة لا، ومش عشان قدام الناس اه ومن ورا الناس اقول لا، او مش عشان اريح دماغي اه ومرة تانية اقول لا. اثبت على مبدأ في كل حاجة، وقبل ما اقول لا افكر، طب ما اقول اه، طب ايه المانع ان انا اقول اه؟ ليه لا؟ طب ما سيبه يجرب ويحاول. تمام؟ لو فيها خطر عليه على اخته على اسرته، لا، ولا باقناع، مش لا وخلاص. ايوه سيبيها تجرب. ايش ما تخافيش، لا معلش سيبيها تجرب. الخدمة هتعطلها عن مذاكرتها، هتلاقي نفسها قلت في تقديرها في مجموعها في درجاتها، هتفرق معاها، هتقولك اه دي الخدمة هي اللي بتضيع لي وقتي. بس عمر ما الخدمة هتضيع وقتها، معلش لا، حتى لو وقت الدراسة وعايزة تخدم مفيش مشكلة، هي هتقسم وقتها بمعرفتها، وخاصة لما يكونوا بقى في سن الكلية.
سلم كلية خلاص ما تقدرش تتكلمي. هي عارفة وقتها وعارفة خدمتها وعارفة تصرفاتها. تمام. القاعدة السابعة اللي هي انتبه للأصحاب. انتبه للأصحاب فعلا. أصحابه مين؟ أهليهم مين؟ بيتصرفوا إيه؟ بيروحوا فين؟ كل الكلام ده كله. على قد ماهوش أصحاب بيبقى فيه مشكلة. ما بيقولوش على الأصحاب عشان أنت ما فتحتيش صدرك وسمعتي، ما فتحتيش ودانك وسمعتي. ما أنا بقول لحضرتك حتى لو أنت مش بتسمعي. القاعدة الثامنة، ابحث دايما عن المفضل ليه، اللي يبسطه، اللي يسعده، الحاجة اللي بيحبها، هي عايزة ايه تعمله عشان ارضيه، يبقى راضي من جواه واثق من نفسه. دايما ادور على الحاجة اللي بيحبها او الحاجة المفضلة ليه. القاعدة التاسعة، ارشده بقدر الامكان بس ما تمليش تصرفاته عليه. خلاص بقى انا برشد وبوجه واقفه في ظهره سنداه، بس سيبه يصرف. وقت ما يتصرف غلط هيقول يا ريتني كنت سمعت الكلام. تمام. طيب القاعده العشره اللي هي حافظ على هدوءك. احافظ على هدوئي مهما كان. طيب عرفنا القواعد الذهبيه اللي هنتعامل بيها مع اولادنا. يعني انا كده خلصت، مش عارفة حد هيبقى عنده سؤال ولا خلاص ما فيش اسئلة. نعم. لو انا زرعت صح الفتية في اطون النار. السؤال بتقول الاصدقاء اعمل ايه في الاصدقاء؟ ما انا معرفهمش، وهو مصاحب ده ومصاحب ده ومصاحب ده، طب انا معرفش دول مين. لكن انا لو زرعت صح من في الطفولة كل المبادئ وكل التعليم، ازاي يختار صديقه، ازاي يختار اصحابه. الصاحب اللي يبعدك عن ربنا دي اول حاجة ممنوع. الصاحب اللي اهله مثلا معلمين يشتم او بيتصرف تصرفات مش كويسه مع اصحابه ده ممنوع، ده تلاشاه. الصاحب اللي يقولك على حاجات مش صح تتعمل في الخفاء ممنوع، من ورا بابا وماما ما تقولهمش، ما تقولش لبابا وماما مثلا اعمل كذا، ده لا، افضل وراه. وفي نفس الوقت انا من طريق غير مباشر ابتدي اتعرف على مامته، بابا يعرف بابا مثلا ويتعرف عليه. كتير قوي بتفرق معايا لما يكون في الكنيسه وابقى عارفه بابا وماما بتوع اصحابه. حلو قوي لما يبقى في مجموعه او في مؤتمر طالع او في اجتماع او في ندوه لاولياء الامور، بنعمل ندوات كتير قوي ونقعد نبوس على ايد ورجل بابا وماما عشان يجوا وما بيجوش. ما دي فرصه ان انت تعرفي الاهالي بتفكر ازاي، الاهالي مثلا بتتكلم ازاي، مربيه اولادهم ازاي. في فرص كتير قوي. وعين بتلاحظي من تصرفاته، لو قال كلمة جديدة مثلا أو شتيمة جديدة في البيت عرفتها منين؟ يقول لك فلان قالها. لا ما تقولهاش لأن دي غلط. المفروض لسانك ده بينقط شهد. نعم؟ كلمة بقت عادي، ما أنت لازم تجاري، يعني أنت لازم برضو تجاري الحديث، ما أنت لو ما جاريتيش تبقي دقة قديمة، بس هي الشتايم اللي بنقف عندها عشان الشتايم ما ينفعش نقولها. لكن حتة بقى مش عارفة قال وما قالش والهزار والكلام الجديد اللي بيتقال والتعليقات الجديدة اللي لازم إن أنا أتماشى مع إيه؟ التيار، عشان أبقى يعني متماشية مع فكره وحياته. نعم. تكسفي ليه؟ طيب كتاب كيف نعلم ابنائنا عن الجنس، ده كتاب لابونا بشوي صدقي ومراجعه الانبا موسى. لو سمحتوا اللي يقدر يجيبه ويشتريه ويقراه
كيف نعلم أبنائنا عن الجنس؟ كيف نعلم أبنائنا عن الجنس؟ كتاب مهم قوي. المفروض حضراتكم تقولوا الأول وبعدين تردوا على أسئلة أولادكم. خلاص تقولوا الأول. كل أسئلة موجودة، لو مفيش أسئلة ما تتكلميش، غلط. لازم أنت لو مفيش أسئلة تفتحي الموضوع وتتكلمي. على فكرة مادة التربية الجنسية دي مادة بتدرس برة من ضمن مناهج المدرسة، ودلوقتي في وقت البطالة ووقت التحرش الجنسي اللي مالي البلد كلها، لازم أوعي ولادي إزاي يتعاملوا مع أي حد، وخاصة في مشكلة التحرش أو الجنسي. خلاص بيحصل تحرش للولاد بنسبة أعلى من البنات. اوكي احنا ملناش دعوه بالست سفن، احنا لازم احنا نتكلم. وحضرتك مش عارفه تقولي ايه، فالكتاب اللي قلت لحضرتك عليه مقسم مراحل عمريه من سن كذا لسن كذا، الاسئله بتاعته ايه واجاباتها ايه. عايزين ايه اسهل من كده؟ اتعبوا نفسكم وقروه عشان تعرفوا تردوا. خلاص مرحله الطفوله المبكره لازم يعرف من سن 3 سنين. هتقولي لي ياه، اقول لك اه، ليه اسئله معينه. مرحله الطفوله المتاخره من 6 ل 12، طبعا التقسيمه بتاع زمان دي مش نافعه، احنا بنقول مراهقه من 8 ل 13، يعني من 8 فيها 18 سنه. برضه ليها اسئلتها، اعرف انا اجاوب اقول ايه. تمام؟ اي سؤال تاني؟ طيب اشكركم وسلموني، اذكروني في صلواتكم، وباخد بركه كبيره لما بشوفكم وبجتمع معاكم. سلام.